فلسطيني مكافح. نحن كشعب مغربي بكل قواه نحضر هذه الوقفة التضامنية للتعبير عن غضبنا أمام هذه الغطرسة وهذا التقتيل وهذا التهجير وهذا الاستيطان الصهيوني الغاشم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي تعتبره القوى الصهيونية الإمبريالية تتم لمخططها صفقة العار. ونحن نقول لا لصفقة العار، ونقول نعم لتحرير فلسطين، كل فلسطين، واسترجاع الفلسطينيين لحقوقهم التاريخية وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى. نحن ضد ما يقع اليوم، والعالم الحر وشرفاء العالم كلهم اليوم يحتجون أمام هذه الغطرسة الصهيونية الإمبريالية. وبالمناسبة نحن نناشد الدولة المغربية من كي تتراجع عن قرارها لتطبيع علاقتها مع هذا الكيان الصهيوني الغاشم، لأننا كشعب ومنذ قدم التاريخ كنا ولازلنا إلى جانب الشعب الفلسطيني وكفاحه حتى يسترجع كل حقوقه الكاملة. نحن ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاشم، ونعتبر هذا التطبيع جريمة في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الشعب المغربي الذي ظل رافضا للغطرسة الصهيونية. ونطالب الدولة المغربية، نحن نعرف بأن العالم يتكلم لغة المصالح، ولكننا نطالب الدولة المغربية بالعدول عن هذا القرار الجائر، لأن مصلحة الشعب المغربي ومصلحة الشعب الفلسطيني هي في عدم التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الغاشم الذي يريد أن يعزل الشعب الفلسطيني لاستكمال أشواط صفقة العار. ونحن بطبيعة الحال ضد هذا، ونقول بأن المواجهة والمقاومة الشعبية اليوم يجب أن تستمر، لأن الغطرسة لن تنتصر، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني هي التي ستنتصر واسترجاع الحقوق. فيجب أن نثق في أنفسنا وأن نستكمل مشوار الدعم بكل ما أوتينا من قوة وبكل الطرق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.